لا انا كنت باخد دروس اونلاين برضو عادي جدا، يعني هما الاثنين بيكملوا بعض. انا ملاحظ ان معظم الاوائل كانوا معتمدين على الاونلاين. تجربتك ايه مع الاونلاين؟ انا شايفه ان هي تجربه مفيده، لان بتخلي الواحد يذاكر اكتر في البيت او ما يتمرنش في المصايب برضو بصراحه. يعني بتوفر وقت بتوفر مجهود. بالنسبه للماديات كانت موفره اكتر ولا الدراسه التقليديه هي؟ لا هي اكيد موفره اكتر. يعني تنصح الطلبه اللي داخلين ثانويه عامه كده انهم يحاولوا يقسموا نص اونلاين، نص اونلاين ونص سنتر، لان هو لو كله اونلاين ممكن يراكموا. ملك كلمينا عن تعادلك. ملك بص احنا عندنا كام واحد، بص الكلام ملك كلمينا عن تعادلك. تمام تمام حضرتك، كلمينا عن تعادلك. استقبالك النتيجه بالعامل ازاي؟ استقبال الوزير النهارده انا انبسطت جدا من النهارده، يعني انا ما كنتش مصدقه نفسي ان احنا دلوقتي وبنتكرم. يعني لحد انا عارف ان انت مظلومه من امبارح. انا مظلومه من امبارح بالظبط. مستمره معاكي؟ لسه مستمره والله حتى لحد دلوقتي. كان حلمك ان انت تدخلي ايه يا مان؟ ألسن. اشمعنى ألسن من البداية قبل ما تدخلي؟ علشان كنت بحب لغات من زمان، من ايام اعدادي. اه مختاره لغه معينه ولا بالنسبه لك لسه برضه؟ لا هو اللي هي انجلش فيرست يا اسباني فيرست، مش عارفه. نفسك في منحه؟ طبعا هتبقى من الاوائل. اكيد طبعا انا هشوف كل المنح اللي عندي، ولو في منحه افضل من ألسن اكيد هخش. ملا نعم. تتوقع ان تبقى من الاوائل؟ انا كان نفسي ابقى من الاوائل، بس بصراحه ما كنتش عارفه ان هي تبقى. لو جات لك فرصه ان انت تدرسي بره طيب بقى رايح لينا ولا رايح انا على الهوا؟ لا عادي، لو فرصه كويسه ممكن اسافر وارجع. اه شغال بقى وفرحان بيه. كلمي الله حياتك الجايه كده. انا بقى رسائلك من زمايلك لسه داخلين ثانويه عامه خالص. جاهز؟ هم عندهم حق فيها بصراحه، هي سنه مرهقه بس ان شاء الله يعني خير. يعني هم بس يصرف ربنا. ايه المواقف الصعبه اللي عملتها كل الفتره دي؟ هي الاستمراريه برضو، لان هو ساعات الواحد مش قادر يذاكر من كتر ما هو مضغوط. طب كنت بتتغلبي على ده ازاي؟ يعني بتعملي ايه عشان تخرجي من المود ده وتقدري ان انت تكملي تاني؟ ساعات كتير كنت بدعي وبصلي لربنا ان هو يعني يخرجني من المود ده، وممكن كنت مثلا اشوف مسلسل او حاجه. يعني اللي بيستنى لك ايه؟ كانوا بيفرولي جو هادي جدا بصراحه. كانوا بيفرولي جو هادي، يعني انا ما كانش عندنا اضطرابات في البيت. نصيحه من مرة طلاب الثانويه العامه؟ المدرسين برضو كانوا دايما بيقولوا لنا ان احنا ان شاء الله نبقى كويسين، بس مهم ان احنا نذاكر ونجتهد ونعتمد على ربنا برضو في الاخر. ملك نصيحه منك لطلاب الثانويه العامه السنه الجايه؟ حب لهم ان هم يعتمدوا على ربنا في الاول وفي الاخر، لان هي كده كده كل دي اقدار يعني وخطط ربنا، وبعدين طبعا لازم يجتهدوا ويذاكروا كويس. بس نتكلم عن حاله ساعات المذاكره.